هسه العذاب من طلعت هسه عنده صور شفتهم هاي الكروات ضاربين عباك ليضربون ليذبحون خروف ما يذبح ما يقتلون بشر. انا احساس اني طبيت البلجيكا كنت خلاص انا هنا طبيت الاهلي وناسي خلاص انا جيت البلجيكا خلاص هاي حياتي هنا راح استقراني. يعني جيت من طلعت من العراق اني قلت استقر بتركيا. من قلت استقر بتركيا ماكو شغل بتركيا طلعت على اليونان طببوني باليونان بالجزيره جزيره متليني يزفوت انه بسنه ونص بالجزيره انطوني رفض وخرجت على اليونان على البانيا. طلعت بالمتيني ظليت شهر بيها بس البانيا متيني يقروا ما شفنا عذاب بيها انه ضلينا بالبوسنة. تروح تمشي انت الكرواتيا ما تدري تروح تموت او تعيش. لا اذا انت موصل اذا لزموك انت مقتول وراجع. لو كسروا لك ايدك لو كسروا لك ايدك لو تليفونك يكسروا لك اياه. يعني يلزمك يذبك بالغابة لو يذبك بنهر. يعني اكو مقاطع كل كرواتيا تقتل واحد تذبه على البوسنة يقول لك والله البوسنة قتله احنا ما نعرف. البوسنة تقول لك كرواتيا قتله والشخص يروح ضحية ما حد يعرف. عاد طلعت لسلوفينيا أنا شي مرتين بسلوفينيا لزمون لسلوفينيين وصلت لسلوفينيا قلت لهم أنا أريد أزيل بسلوفينيا قالوا لا ترجع للبوسنة. سلموني الكروات يوقعون الكروات لزلمة غير من يوقع غير الكروات من يذبوننا على البوردر ما يقتلونا. يعني قامت العالم تنضرب أكو واحد ضربوه برأسه إن عمى عيونه ما قام يشوف الضربة جت هنا نعمة راح قدم عودة رجع العراق من رجع مع عمي. يعني أنا أحمد الله وشكرا وصلت أنا عامر. إحنا من جينا لأوروبا يعني إحنا من فكرنا نطلع من العراق لأوروبا إحنا ندري أوروبا أم إنسانية. أنا جاي أطلب الإنسانية من عندي أطلب المساعدة. يعني أنت من أشوف كرواتيا هي من ضمن الاتحاد الأوروبي تقول أنا هاي الاتحاد الأوروبي إس عذبوني. يعني العالم انتهت بالبوسنة وبالكرواتيا لا اكو قوانين. البوليس الكرواتي يعامل البشر كانسان يعني عوفك انت مسيحي مسلم يهودي عاملني كبشر انا بشر وانت بشر عاملني كبشر. يعني اقول لك مأساتها ما تطلع المأسات اللي عشتها قلت انا خلاص لو ارجع العراق انت بالعراق تسمع هذا انقتل هذا انذبح هذا طقت مفخخه. يعني بشر راسك يطق من مش قد ما تسمع هذا مات هذا عاش هذا انفجر هذا صير عندك ضغط نفسي. يعني ايش قد ما تسمع ذبح وقتل وموت يعني تخاف على روحك خاف يجي الدور لك راح تموت يجي الدور لك راح تطق عليك مفخخ. تقول انا وين انا بالبوسنة بكرواتيا خلاص نفس العراق تقول نفس العراق خلاص ما تسمع هذا مات هذا ضاع. عذاب بعذاب عشت بعذاب يعني مستحيل بشر يتحمل هاي العذاب. يعني انا السنتين اللي عشت بالبوسنة ضغط نفسي مو شلون ما كان. يعني قلت لك كانت تجيني بالبوسنة فترات قلبي يقوم يدق قوي ويصير عندي خنقة هنا ايش قد ما الضغط النفسي وعندي نسيان بالذاكرة. يعني اليوم بكرة ما اتذكر اليوم. يعني عندي نسيان قليل بالذاكرة. يعني اذا ما يريدوننا يعني بان انت انا ما اريدك علاش تستقبلني باليونان لا يستقبلون العالم بالبوسنة لا يستقبلون العالم وهم اللي يستقبلون اللي ياخذون فلوس علينا بس ما ينطونا الشسمه ما ينطونا الشيء اللي نريده احنا. وصار لي 4 سنين متعذب بالطريق هدفي بلجيكا هدف لازم اوصل البلجيكا يعني. ووصلت والحمد لله وشكر بس انا لا احكي على وراي. يعني شو واحد ما يفكر بنفسه يفكر كان بي ويفكر لحد الان العذاب. يعني انا هسه العذاب من طلعت هسه عنده صور شفتهم هاي الكروات ضاربين عباك يضربون يذبحون خروف ما يقتلون بشر. يعني احنا بس نريد نطلب من عندهم يساعدونا ونطلب من عندهم بان اللي يوقفون الكتل عن اللاجئ بس بدهم يسوون حل للبوسنه بس حل يعني حل يسوون للبوسنه بان اللي يضربون اللي يقتلون يعني البشر يوميا مقتول واحد اثنين حل ايش. يعني بس يريدهم يوقفون الكتل بس ويعاملوننا كمعامله انسان بس فقط.